فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما المسلم الموحد الذي يعلم أن من التوحيد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وأنه من توحيد الربوبية لأن لا مشرع إلا الله، فالديمقراطية تقول وتنص على أن المشرعين هم أعضاء البرلمان، لهم حق التشريع المطلق في أعراضنا ودمائنا وأموالنا وأنفسنا، فنقول لهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تكبير تكبير تكبير. أمتنا كما قلت في البداية في خطبة بداية الخطبة، دعوتنا دعوة رسل. نحن لسنا جماعة ولا كتيبة ولا لواء ولا مجموعة، نحن الإسلام. يجمعنا لا إله إلا الله، وتفرقنا لا إله إلا الله. نحن دعوة رسل، نبين من هو الطاغوت، ونعلم الناس كيف يكفرون بالطواغيت، ونعلم الناس من هم الطواغيت، ونعلم الناس كيف يكفرون بالطاغوت، ونعلم الناس أركان التوحيد، ونعلم الناس شروط التوحيد، ونعلم الناس نواقض التوحيد. نحن دعوة رسل، نحن دعوة رسل، نحن دعوة رسل، نحن نريد التوحيد، نريد الإسلام. فيكون من أمة محمد من بدل وغير، فليس منا وليس من أمتنا ولو ادعى التوحيد ولو نطق بالشهادة، فهذا حرف وغير، فليسنا منه وليس منا، نتبرأ منه. هذه دعوتنا، وبهذا نبدأ في إقامة الدين ونبدأ في إعادة القوة لهذه الأمة.